السلام عليك يا أخي، هل جربت يوما ما أن تغير لون عينيك؟ بالطبع لا. إذا سأقدم لك أفضل طريقة لتغيير لون العينين، إذا تابع الفيديو حتى الأخير. إذا نبدأ الشرح. طريقة تغيير لون العينين، كما تلاحظون اللون بني، سنغير لون العينين. سنقوم بالضغط على مشاركة الصورة مع تطبيق بيكسارش. بعد الدخول الصورة نضغط على علامة الوجه، بعدها نختار هذه العلامة، نكبر الصورة، بعدها نختار القلم، نلون فقط على اللون البني. إذا بعدما انتهينا من تلوين العينين نختار اللون الذي نريده، مثلا اختار هذا اللون، نقلله قليلا، وانت اختار اللون الذي تريده انت، مثلا هذا اللون عجبني، اضغط على موافق. قبل بعد فقد تم تغيير لون العينين. إذا سنقوم على الضغط على قلم تحميل الصورة. أتمنى أن هذا المقطع قد استفدتم منه ونال إعجابكم. إذا ما تنسوش الاشتراك في القناة، لك تعدد أي مشكلة أو استفسار راسلني عبر هذا الحساب. تحياتي لكم محمد وعلا.